السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرا هلورا دياب. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل امتحان محافظة الغربية هندسة اللي الطلاب امتحنوه النهاردة بتاريخ 31، واحد من المحافظات اللي جت تقيلة في الهندسة زي محافظة الدقهلية كده، ففيها أفكار كويسة جدا جدا. تعالى يلا نسمع بسم الله وخلينا نبتدي. اعتذر لك لو الصورة صغيرة، بس الصورة جاية لها على الواتس سيئة جدا يعني، فأنا حاولت أظبطها على قد ما أقدر، ودي أفضل حاجة قدرت أوصل لها بصراحة. السؤال الأول بيقول له معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة دي 4 وسالب 5 ويوازي محور الصادات. طالما المستقيم بيوازي محور الصادات يبقى باخد السين. السين هنا بكام؟ ب4، يبقى المعادلة هي سين تساوي 4. السؤال اللي بعده بيقول له صورة النقطة 2 و5 بالانعكاس في محور السينات. انعكاس محور السينات بغير الصاد، يبقى النقطة هتبقى 2 وسالب 5. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان البعد بين المستقيمين ص بتساوي ك، والمستقيم الثاني ص بيساوي سالب 2 هو وحدة طول، البعد اللي هو 1 بيساوي الكبير اللي هيبقى ك والصغير ناقص الصغير اللي هو ناقص ناقص 2، يعني الواحد هيساوي ك ناقص ناقص يبقى زائد، يبقى ده هوديها الناحية التانية، يبقى الك هتساوي 1 ناقص 2 اللي هي بالنسبة لي سالب 1، يبقى بالنسبة لي الك بتساوي سالب 1 اللي هو الاختيار رقم أ. السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل أ ب واو مثلث قائم الزاوية في أ، أ 6 و3، أي بس الأرقام بصراحة صعبة جدا، فأنا يعني هشوف الأرقام وأشوف الإجابات بصراحة، يعني إيه هل هي متوافقة ولا لأ، وبعد كده هنعرف الغلط فين. بيقول لي فإن ظا زاوية أ ب واو، عايز ظا زاوية أ ب واو، أ ب واو اللي هي الزاوية دي، خلاص تمام. أنا معايا دلوقتي النقطة اللي هي 6 و3 صح؟ تمام. وانا عايز اجيب الظا بتاع الزاويه دي، طب هي الظا بتاع الزاويه دي بيساوي مقابل على مجاور، يبقى انا عايز اعرف الالف باء وعايز اعرف بالنسبه لي الالف واو. تمام. طيب هو قال لي ان المثلث ده قائم صح، تمام. طيب والشكل ده كده مستطيل، ماشي. طيب انا مبدئيا اعرف اجيب البعد ما بين دي وما بين دي ازاي، ما دي نقطه الاصل اللي هي 0 و0، فالبعد هيبقى عن طريق القانون بتاع البعد، هيطلع مثلا قيمه الالف واو ده، تمام، فده امره سهل. طيب انا عايز اجيب بقى الالف بقى ده يا باشمهندس، هجيبه ازاي؟ ممكن بكذا طريقه، انا ممكن اجيب ده الشكل ده بتاع مستطيل، فممكن اجيب ده عادي من اقليدس اللي انت ناسيها، بس تعالى كده نجرب واحده واحده ونشوف هنوصل لايه. طيب النقطه الف قلنا ب6 و3 صح، يبقى انا بالنسبه لي كده عرفت ان المسافه دي 3. ركز بقى معايا، ما ده اقليدس اهو، بص المثلث اهو، عشان المساله دي جميله قوي، ادي المثلث قائم هنا، وطالما نزل بقائم هنا يا باشمهندس فخلي بالك ان هي كده بالنسبه لي الحته دي كام؟ الحته دي 3، تمام. وبيقول لي ان دي 6، خلي بالك هو مش 6 على السين، يبقى الحته دي 6 برضه. طيب يبقى بالنسبه لي الحته دي ايه؟ الحته دي 6 برضه، يبقى بالنسبه لي دي برضه كام؟ الحته دي 6، تمام. طيب انا اعرف اجيب الالف واو ده كده يا باشمهندس، ايوه اعرف اجيبه منين؟ من قانون البعد زي ما قلت لك، واو دي اللي هي نقطه الاصل، واجيب طول الالف واو، بعد كده استخدم اقليدس اجيب الضلع الثاني، فهمتني؟ تمام، تعالى يلا يا باشمهندس ونشتغل. وعلى فكره ممكن من غير، انا ممكن اجيب لك دي بتساوي ايه؟ خلاص ركز بقى معايا، ممكن اقول ان ده اللي هو النقطه دي مثلا هنسميها د، يبقى الالف د ده اهو تربيع، خلي بالك بيساوي الجزئين اللي تحت اللي هو ده اهو، هنسميه س مثلا، مضروب في الست، خلاص؟ طيب ما أ د اللي هو 3 تربيع يبقى 9 بتساوي س في 6، اقسم يبقى س بتساوي 9 على 6 على 3 فعل 3 على 3 فعل 2، 3 على 2 اللي هي بالنسبة لي 1.5، يبقى دي كده بالنسبة لي 1.5، خلاص تمام. عايز بقى أجيب يا باشمهندس الألف واو، الألف واو ده بقى بيساوي إيه؟ ركز بقى معايا، الألف واو تربيع من إقليدس برضه بيساوي حاجة مهمة أوي، إيه هي؟ الجزء في الكل، يعني 6 في دي كلها، يعني 6 في بالنسبة لي 1.5 تربيع، خلاص تمام. وبعد كده ده هو اللي انا عايز اجيبه التاني ده، وشايف ده اللي هو اسمه ايه بقى؟ الف باء، الف باء تربيع بيساوي الجزء القريب منه اللي هو 1.5 في كله، خلي بالك في كله، احنا هنا ضربنا دي في 7.5، هنا برضو في كله اللي هو بالنسبة لي ايه؟ 7.5، خلاص من غير تربيع، يبقى الألف واو تربيع بيساوي 6 في 7.5، ودي بالنسبة لي 1.5 في 7.5، تعالى بقى نحسب الحسبة دي كده، بسم الله، 6 في 7.5 يطلع معايا ب 45، هاخد لها الجذر بقى عشان أجيب الألف واو ده لوحده، يبقى الألف واو ده لوحده ب 3 جذر 5،
طيب التاني 1.5 في 7.5 طلع ب45 على 4، هاخد له الجذر، طلع معايا ب3 جذر 5 على الاتنين. خلاص تمام. هو عايز بقى مني ايه؟ ظا الزاوية دي. قلنا هو الالف واو، الالف واو اللي احنا جبناه ب3 جذر 5 على الالف بقى اللي احنا جبناه ب3 جذر 5 على 2، دي هتروح مع دي ومقام المقام بسط، فده هتطلع فوق هتبقى بالنسبه لي 2. يبقى ظا الزاويه دي يا باشمهندس بعد كل اللفه دي طلعت بكام؟ طلعت ب2. فده سؤال يعني جديد وفكرته بصراحه تقيله قوي ان هي تجيلك حتى في اخطر. فتعالى نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي دايره محيطها ولا محيطيه؟ محيطها باي، وحده طول، فان طول قطرها. طيب محيط الدايره اللي هو 2 باي ناقص، ركز معايا. طيب هو بيقول لي ان محيطها بيساوي باي، فالباي هتروح مع الباي، هيصبح ان الاتنين نق بيساوي 1. خلي بالك 2 نق ده اللي هو طول القطر، يبقى انا بالنسبه لي طول القطر بيساوي كام؟ بيساوي 1. يبقى دي 1 وحده طول، اصلون لان انا بعاني اصلا مع الارقام. السؤال اللي بعده بيقول لي ا ب ج ده المربع فيه ا بكذا وج بكذا، فان مساحه المربع، تعالى انا كده نرسم مربع بالشكل ده كده. فيبقى بالنسبه لي معذره الورقه دي متعبه اهو، الف باء جيم دال. خلي بالك عطيلي الالف والجيم صح، يبقى عطيلي القطر، عشان اجيب المساحه يبقى نص مربع طول القطر، فانا هجيب طول القطر عن طريق قانون مين؟ قانون البعد. بس خلي بالك انا ممكن اعملها بطريقه سهله، بس خلاص هعملها لك بقانون البعد. الالف جيم بيساوي ادي جذر 6 ناقص 0 تربيع اللي هي 6 تربيع، زائد هيبقى بالنسبه لي 0 ناقص 8 اللي هو سالب 8 تربيع، هيبقى ده بالنسبه لي جذر ال 100 بيساوي 10، يبقى طول القطر ده بكام؟ 10. تمام يا باشمهندس، ما انت قلت لي ان المساحه نص مربع طول القطر، يعني نص في 10 تربيع، 10 تربيع اللي هي 100 في نص يبقى 50 اللي هو الاختيار ده. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي في الشكل المقابل اذا كان المستقيم ا ب يقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات 3 وحدات، يعني المسافه دي 3 وحدات ا ب بيساوي تقريبا 5 والله اعلم. أوجد معادلة الخط المستقيم أ ب، ماشي، ده كده مثلث قائم صح؟ ممكن أجيب من فيثاغورس اللي هي باء واو دي، باء واو الكل تربيع، هيساوي الوتر تربيع ناقص الضلع التاني تربيع، هيطلع معايا ب16، يبقى الباء واو هيساوي جذر الستاشر اللي هو بكام؟ بأربعة، يبقى دي بالنسبة لي بكام؟ بأربعة، تمام. بعد كده يا باشمهندس هو عايز المعادلة، ما خلي بالك أنا بقيت عارف الألف وبقيت عارف الباء، مش الألف دي موجودة على محور الصادات يعني صفر وتلاتة؟ والباء دي موجودة على محور السينات يعني 4 وصفر، هجيب الميل، يبقى الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السينات، يعني 3 ناقص 0 على 0 ناقص 4، فهتطلع معايا بكام يا باشمهندس؟ 3 ناقص 0 ب 3 ودي سالب 4، يعني سالب 3 على ال 4، يبقى أنا كده قدرت أوصل للميل. يبقى المعادلة بتساوي ص بتساوي م س زائد الجيم، يبقى ص بتساوي الميل جبناه بسالب 3 على 4، والجزء المقطوع من محور الصادات هو 3، يبقى زائد 3، وهي دي كده المعادله بتاعتي. السؤال اللي بعده بيقول لي ا ب ج مثلث قائم الزاويه في ب بالشكل ده كده اهو، وادي ا وادي ب وادي ايه وادي ج. بيقول لي الالف ج ده ب 10، الباء ج ب 8، طبعا كده كده هجيب الالف باء، يبقى الالف باء تربيع هيساوي طبعا الوتر، طبعا الضلع بحط ناقص، والوتر اللي هو 10 تربيع ناقص الضلع ده تربيع، هيطلع معاك ب 36، يبقى الألف باء هيساوي جذر الستة وتلاتين بيساوي 6، فأنا بالنسبة لي دي كام؟ 6. هو عايز إيه بقى؟ دي بقى اللي هنشوفها دلوقتي. تقريبا دي 2 جتا تربيع جيم، يبقى 2 في جتا جيم اللي هي 8 على 10، يبقى 8 على 10 تربيع، زائد جتا تربيع ألف يبقى 6 على 10 تربيع، خلاص؟ ناقص دي جا، دي تقريبا جا تربيع ألف، ناقص جا تربيع ألف، جا تربيع ألف اللي هي 8 على 10 تربيع. مش عارف بقى هنا في ناقص واحد ولا مفيش بصراحة، بس إيه، تعالى نتعامل كده وبعدين نشوف هي هتطلع ناقص واحد ولا بكام، ولا غالبا والله ناقص واحد. طيب سيبنا من دي، بس هنبقى نحسبها في الآخر برضه. 8 تربيع ب 64 على ال 10 هنختصر ونضرب في 2، ده هتطلع معاك 32 على 25، وده هتطلع معاك يا باشمهندس اللي بعدها 6 تربيع ب 36 على 100، 36 على 100 اللي هي 9 على 25، ناقص ده هتبقى 16 على 25،
32 زائد 9 او 32 ناقص 16 ب 16، 16 و9 25، فكل ده هيطلع 25 على 25 اللي هو بواحد. فخلي بالك لو هي ناقص واحد هيبقى واحد ناقص واحد بيساوي صفر. طب لو ما فيش هنا سالب واحد يبقى هي هتساوي واحد، يبقى خلي بالك لو دي ناقص واحد، واعتقد هي ناقص واحد، يبقى الناتج هيبقى بصفر. لو ما فيش ناقص واحد يبقى الناتج هيساوي واحد. اعذروني بس عشان الارقام. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي ألف باء جيم د مربع فيه ألف باء بكذا وجيم بكذا، عايز معادلة المستقيم باء د. طيب خلي بالك معايا، أنا معايا مربع صح؟ أهو ألف باء جيم د، معايا الألف ومعايا الجيم اللي هو القطر، فهو عايز معادلة باء د. إحنا عارفين إن القطرين بتوع المربع متعامدين، خلاص؟ تمام. فأنا أول حاجة لازم هجيبها يا باشمهندس، هجيب ميل الألف جيم وبعدين أجيب ميل الباء د، يبقى ميل الألف جيم هيساوي فرق الصادات على فرق السينات. دي تقريبا 6 والله 9 والله ما واضحة. طيب هنجرب 4 ناقص 6 على 5 ناقص ناقص 1 اللي هي 5 زائد 1. 4 ناقص 6 يبقى سالب 2 على 6، هي غالبا هتبقى كده، يبقى سالب 1 على 3. يبقى ميل ب د العمودي لأن القطرين عموديين على بعض، شقلب وغير الإشارة يبقى ب 3. طب خلي بالك ان عشان اجيب باء ده لازم اجيب نقطة المركز، لان هي اللي بتعدي بيه، يبقى المركز بيساوي مجموع السينات اللي هو 5 وسالب 1، يبقى بالنسبة لي 6 على 2، ومجموع الصادات اللي هو 3 و 4، ولا دي 4 و 6؟ لو بصيت على المسألة اللي بعدها 4 و 6 يبقى 10 على ال 2، يبقى هيساوي كام؟ هيساوي 6 على 2، يبقى بالنسبة ولا انا بصيت فين؟ دي 5 ناقص 1، 5 ناقص 1 4، 4 على 2 فال 2 و10 على 2 فال 5، يبقى 2 على 5. كده جبت المركز وجبت الميل، اعوض في المعادله، يبقى ص بتساوي م س زائد الجيم، اعوض بالميل يعني ص بتساوي، جبنا الميل بكام؟ 3 س زائد الجيم، النقطه اللي بيمر بيها هي 2 و5، اشيل الصاد واحط 5، هتساوي 3 في 2 ب 6 زائد الجيم، وادي ال 6 الناحيه الثانيه، يبقى الجيم بتساوي 5 ناقص 6 سالب 1، يبقى المعادله بتاعتي ص بتساوي 3 س ناقص الواحد، ويبقى دي كده معادله الخط المستقيم بتاعي. السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان المستقيم المر بالنقطتين دول يوازي المستقيم الذي معادلته 3 ص ناقص س ناقص 1. طالما يوازي هجيب الميل الاول بتاع الخط المستقيم السهل ده، بالنسبه لي هيساوي سالب معامل س، دي الس، فالسالب بتاعها هي سالب 1 تبقى موجب 1 على معامل ص اللي هو بالنسبه لي 3. طيب الميل رقم 2 اللي هي النقط فرق الصادات على فرق السينات، يبقى 4 ناقص دي تقريبا 3 على لام ناقص ناقص 1 اللي هي لام زائد 1. 4 ناقص 3 1 و لام زائد 1 زي ما هي، طالما الميلين متساويين يبقى بالنسبه لي ده بيساوي الثلث، بما ان البسط بيساوي البسط اذا المقام بيساوي المقام من غير ما اضرب مقص، يبقى لام زائد 1 بيساوي 3 وادي الواحد الناحيه الثانيه، يعني اللام بيساوي 2. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي تعالى نشوف، بيقول لي اذا كانت النقط دي هي رؤوس مثلث، عايز احداث د التي تجعل الشكل ا ب ج د معين. ماشي، انا دلوقتي يا باشمهندس وركز بقى معايا في الكلام ده، انا معايا مثلث خلاص، يعني هنفرض ان هو مثلث عامل كده اهو ا ب ج، تمام تمام. طيب او عامل كده عشان نكمل المعين، يعني مش هتفرق، يعني مثلا ايه خليها دي كده خلاص. طيب انا معايا الالف ومعايا الباء ومعايا الجيم، طب هو عايز يجيب نقطه اسمها د عشان اكمل المعين صح؟ تمام. هجيبها ازاي؟ ركز بقى معايا، اي مسالب مثلث كده كده هجيب نقطه مين؟ المنتصف بتاعه مين؟ بتاعه القطر، ما هو ا ج تتحول لقطر، يبقى انا هجيب نقطه الميم ده اللي هي تقاطع القطرين بتوعه، تمام. طب خلي بالك ان نقطه المنتصف دي زي ما بتنصف ا ج هي بتنصف ب د، فاعوض بها ب واجيب الدال، فهمت؟ يا رب تكون فهمت. يبقى انا هجيب منتصف مين؟ ا ج هيساوي ا ج مجموع السينات دي 5 وسالب 2 تقريبا، والله الارقام صعبه قوي، على ال 2، ومجموع الصادات دي 3 وسالب 4 تقريبا، 3 وسالب 4 على 2، يبقى تساوي 5 ناقص 2 3، يبقى دي 3 على 2، 3 ناقص 4 سالب 1، يبقى دي سالب نص. خلي بالك منتصف ا ج هو هو منتصف ب د، طب ما انا معايا النقطه اللي هي الباء بكام يا باشمهندس؟ الباء تقريبا ب 3 وسالب 2 خلاص، وافرض ان النقطة د هي عبارة عن س و ص. طيب هجيب بقى النقطة المنتصف ازاي؟ ركز معايا الموضوع سهل بقى، يبقى 3 زائد س على ال 2 هتساوي 3 على ال 2، المقام بيساوي المقام يبقى البسط بيساوي البسط، يبقى 3 زائد س بيساوي 3، وادي 3 الناحية التانية يبقى س بتساوي 0.
الناحية التانية سالب 2 زائد الصاد على الاتنين هيساوي سالب 1 على 2. برضو المقام بيساوي المقام، يبقى البسط بيساوي البسط، يبقى سالب 2 زائد الصاد بيساوي سالب 1. ودي الناحية التانية يبقى الصاد بتساوي موجب 2 وسالب 1 يبقى موجب 1. يبقى إذا السين بصفر والصاد بتساوي 1. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لي بدون استخدام الآلة الحاسبة. طيب جتا تربيع 60، جتا 60 اللي هي بنص، يبقى دي نص تربيع، زائد جتا تربيع 30، جتا 30 بنص، دي جتا 30 دي جذر 3 على 2، انا شايفها جه جذر 3 على 2 تربيع، زائد ظا تربيع 45، ظا 45 بواحد يبقى ده 1 تربيع، على جا 60 بجذر 3 على 2، في ظا 60 تقريبا جذر 3 ناقص جا، والله ما انا شايف تقريبا دي جا 30، جا 30 اللي هي بنص هيبان دلوقتي، هيساوي نص تربيع بربع، جذر 3 على 2 دي بتلات ارباع، زائد 1 تربيع اللي هو موجب 1، على جذر 3 بجذر 3 بتلاتة يبقى ليه 3 على 2 ناقص نص، غالبا هتبقى كده ربع وتلات ارباع 1، 1 زائد 1 2، 3 على 2 اللي هي 1 ونص ناقص نص يبقى 1، يبقى 2 على 1 بيساوي 2، يبقى قيمتها بتساوي 2. السؤال اللي بعده بيقول لي اوجد معادلة الخط المستقيم واعطيني جدول عادي. معادلة الخط المستقيم فرق الصادات على فرق السينات، فانا هجيب الميل، معذرة هجيب الميل عادي جدا خلاص. فالميل فرق الصادات دي 3 ناقص 2 على فرق الصادات هيبقى بالنسبة لي 1 ناقص 1. لو جيت تعمل دي كده 3 ناقص 2، سوري احنا عملنا ايه؟ فرق الصادات، فرق الصادات احنا خدنا نقطتين غلط. فرق الصادات انا بشتغل على الصادات ذات نفسها فاهم، ميل بيساوي 3 ناقص 1 على 2 ناقص 1، فهمت؟ يعني فرق الصادات الصاد هي اللي تحت، 3 ناقص 1 2 على 2 ناقص 1 ب 2. لو انت جربت اي نقطه ثانيه هتطلع برضو كده، 9 ناقص 3 6، ويبقى بالنسبه لي هنا بالنسبه لي او 3 ناقص 1 2، 9 ناقص 3 6، وهتعمل دي تقريبا 3 او 4 مش واخد بالي، برضو هيطلع لك برضو الميل بيساوي كام؟ الميل بيساوي 2 خلاص. حتى لو قلت هنا 1 ناقص 3 بسالب 2 و1 ناقص 2 يبقى بالنسبه لي كام؟ اهو لو انا عملت مثلا 1 ناقص 3 على 1 ناقص ال 2 هيبقى سالب 2 على سالب 1 هتطلع برضو موجب 2، يبقى كده كده الميل في الحالتين بيساوي كام؟ 2. طيب ما المعادله ص بتساوي م س زائد الجيم، انا جبت الميل ب 2 يبقى ص بتساوي 2 س زائد الجيم، هختار اي نقطه بتمر الواحد والواحد بيمرهم، فاحط هنا الواحد بتساوي 2 في 1 ب 2 زائد الجيم، ودي الاثنين خلي بالك دي الف وانا عمال برضو شاكك فيها من ساعتها، ودي الاثنين الناحيه الثانيه يبقى الجيم بتساوي 1 ناقص 2 اللي هي سالب 1، يبقى المعادله بتاعتي ص بتساوي 2 س ناقص 1. طيب الجزء اللي بعد كده طالب مني ايه يا باشمهندس؟ هو طالب مني قيمه الالف. خلي بالك ان ده خط مستقيم يبقى لازم الميل دايما متساوي، احنا جبنا الميل بيساوي كام؟ بيساوي 2، فاختار نقطتين التانيين، يعني الميل ده رقم 2 مثلا هيساوي فرق الصادات اللي هو 9 ناقص 3 على الالف ناقص ال 2، 9 ناقص 3 6 على الف ناقص 2، لازم يساوي الميل اللي هو كام؟ 2، اضرب مقص يبقى الف في 2 ب 2 الف، سالب 2 في 2 بسالب 4 بيساوي 6، ودي دي الناحيه الثانيه يا باشمهندس يبقى ال 2 الف بيساوي 6 و4 10، اقسم على ال 2 يبقى الالف بيساوي 5، يبقى ده كده بيساوي كام؟ 5. تعال نجرب ونشوف الميل هيطلع ب 2 ولا لا. فرق الصادات هيبقى 9 ناقص 3 على 5 ناقص 2، 9 ناقص 3 6، 5 ناقص 2 3، 6 على 3 فال 2 يبقى اذا الميل هو الميل خلاص. ده كده بالنسبه يا باشمهندس لامتحان محافظه الغربيه، بصراحه امتحان تقيل جدا واتقل امتحان لحد الوقت، وفي افكار جميله جدا جدا كده يا باشمهندس. خلصت الامتحان، اتمنى اكون قدرت افيدك، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. كان معاك مهندس حسام من قناه حسام رياضيات، وشكرا.